يلا بينا. لا معلش، انا قبل ما ادخل في اي تفاصيل، انا فاتح الفيديو علشان اتكلم عن الماتش بتاع الزمالك والاسماعيلي. اهو شغال شغال عالم اهو. ايمن يونس بيقول لك انا محتاج ان فرجاني ساسي يهدى شويه ويلعب بالراحه شويه ويبقاش عنده تسرع. يا ايمن يا يونس ازاي؟ ازاي هضرب نفسي بالمقص في بطني يا راجل؟ انا واقف لسه بحضر، هقول ايه؟ افتح بالفيديو الاقيك انت بتهبد يا راجل. عايز فرجاني ساسي يهدى؟ ده يلعب وهو نايم ده، ولا يعملها يعني؟ فرجاني لو هدي اكتر من كده هيلعب وهو عامل كده هيهدى ازاي؟ اعلان محامين ويلعب، ينام على السرير ويلعب، يهدى ازاي يا ابني؟ يهدى ازاي؟ انت ما بتشوفش ضرباته 512، يعني يهدى يعمل ايه؟ فرجاني ساسي اصلا معدل الجري بتاعه في الماتش ممكن يجري 15 متر، فانا ان انا اطالب واحد بطيء بيبطئ الهجمه ان هو يهدى ويلعب بالراحه، يبقى اذا ان هو مثلا لو جه الماتش ده علشان خاطر يحضر هجمه للماتش الجاي يبداها من اول الموسم، يجي من اول الموسم يعمل اسيست للماتش مثلا بتاع نهائي افريقيا، العبه مثلا النهارده بيلعب الاسماعيلي يبدا يعمل الاوفرات بتاعت ماتش الترجي في ماتش الاسماعيلي، ده لو انت ايه؟ عايزه يهدي. عموما ندخل بقى في اللي انا كنت عايز اقوله، يلا بينا. انتهى لقاء نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي في اسماعيليه 2-1، علشان بس انا النهارده فتحت الفيسبوك فعمال شايف هبت شغال والزمالك ما كسبش بقاله 4000 سنه في الاسماعيليه، وهم اصلا اخر ماتش اتلعب في الاسماعيليه كان في التسعينات تقريبا، حاجه كده من ساعه ثوره عرابي. ده علشان خاطر كده يا جماعه، والله مش ان الزمالك بيسافر الاسماعيليه واتغلب، في ناس مش خايفه اصلا تروح الاسماعيليه. ما علينا، نخش في التفاصيل على طول. الماتش فيه كده حاجات كده مضيئه، وفي حاجات مظلمه ظلام الدمس. انا بس في حاجه هي اكتر حاجه النهارده نفسي افهمها، انا نفسي افهم يوسف اوباما حلو ولا وحش؟ يوسف اوباما حلو عشان بيشخلل ولا بيشخلل علشان حلو؟ انا بجد والله العظيم مش عارف. انا بتفرج على الماتش اشتم وامجد واسفي والعن واقول ده جامد في نفس ذات الماتش على يوسف اوباما، يعني في كورتين ثلاثه كورتين طول الماتش يخليك تلعن لليوم اللي انت اصلا بتتفرج فيه على كره القدم، وفي لحظه تلاقي يوسف اوباما ده بالنسبه لك اهم من ابوك وامك. انا مش فاهم يعني، انا ما هو انت يا بتطلعني من الماتش بحبك يا ما بحبكش، انما انت ما تطلعنيش من الماتش كارهك وبحبك. بقول منه لله يوسف اوباما الجامد جدا اللي جاب جول النهارده، او اقول يوسف ما مش عارف والله. انا قاعد قدامك اهو مش فاهم اقول ايه، اقول يعني اقول حلو وحش ولا وحش؟ يعني انت بتعمل لي صينيه بسبوسه وتروح حشيها لي ميه بتنجان مخلل؟ ما هو انا مش عارف. ما علينا، بس نخش ايه في اللي طبعا عمنا ايمن يونس بيقول لك ايه فرجاني ساسي بطالبه ان هو يهدى. ده فكرني بنكته، بس هي نكته قليله الادب طبعا مش هينفع اقولها، بس انا هحتفظ بها لنفسي ولو حد حابب يسمع النكته يقول لي في الكومنتات يا ترى ايه النكته، والله هقولها له. ما علينا، الثلاثه او الثلاث لعيبه اللي هم كانوا سبب في الاهداف اللي جت، الثلاث لعيبه تقريبا بيناموا طول الماتش ويصحوا في الاخر يجيبوا جون، او يفضل نايم لك كده ما بيعملش اي حاجه وفي لحظه. لا انا ما بحبش ده يا جدعان. ما هو انا ما عنديش مشكله ان الزمالك يقع ماتش، بس ما يقعش مثلا كل ماتش شويه، يعني مثلا يفضل خمس ماتشات كويس واجي في ماتش السادس ده اروح واقع مثلا عادي ما فيش مشكله، انما مش كل ماتش ابقى واقع ثلاث ارباع الماتش واقوم في خمس دقائق ممكن اجيب جون اتعادل اكسب. لا ما هو ده ما يرضيش ربنا وده صحتنا ما بتستحملش الكلام ده. بالنسبه للحكم، التحكيم يا جماعه في مصر بقى مش عليه علامه استفهام، ده بقى عليه مثلث برمودا. يعني الحكم حلو ووحش وجميل وابن 60 في 70 وجامد وبيفهم وحمار وما بيفهمش برضه في نفس الوقت، تحس ان يوسف اوباما كارف على الحكام والحكام كارفة على يوسف اوباما. يبقى الحكم في بلينات صريحه ما تتحسبش، وفجاه هوب تلاقيه حسب بلين على الزمالك
مش من وحي الخيال العبط ده، من وحي الخيال الطفله برياله. يعني لو طفل برياله مش هنحسب دي ضربه جزاء، ما علينا، اتحسبت ضربه جزاء وجت جون. طبعا الاسماعيلي اتقدم على الزمالك بنتيجه 1-0. انتهى الشوط الاول بالالحاد الكروي اللي احنا شفناه، والالحاد التحكيمي اللي احنا شفناه، والالحاد الاوبامي اللي احنا شفناه. نيجي بقى للشوط الثاني. طبعا الزمالك بقى بما يرضي الله، بقى الزمالك الكره بتاعت مصطفى احمد اللي هي الجون ما لمسش مصطفى اصلا خالص، ويتحسب ضربه جزاء برده من وحي خيال الطفل اللي بيرشح على نفسه. وما نفهمش برضو يعني انت سايب اللي هم البلينات اللي هم كور تتحسب بلين عادي خالص. لو انا اعمى، لو انا طه حسين بحكم، هحسب ضربه، احس ايه ده ضربه جزاء لمصطفى محمد نادر، انما دي ما تتحسبش يا جدع والله. ده انت لو انت يعني لو انت ابو مصطفى محمد مش هتحسبها ضربه جزاء اصلا. حسبت برضو ضربه جزاء لصالح الزمالك واتعادل، يعني اذا كده الماتش بقى 1-1 بضربتين جزاء اصلا، مش هنا مش من هناك، يعني تقريبا هو كان بيحسب ضربات جزاء من ماتش تاني، فال كان 50 يعني، هي واحده هنا واحده هنا 50. بس ده برده ما يمنعش ان كان في ضربه جزاء للزمالك صريحه يعني وما اتحسبتش. الكره بقى اللي انا بتكلم فيها اللي هم الثلاثه اللي كانوا السبب في الهدف، في الهدف بتاع كره اوباما. يا اوباما يا اوباما يا حلو جامد قوي ومطلع عين اهلي، يا اوباما يا جامد يا اللي هتعلمني الالحاد، يا اوباما يا حلو يا اللي بتجيب اجوان ملهاش حل، يا اللي بتكفر امي. وانا مش عارف انا بنبر ايه والله، انا قاعد هنا شمال شويه جميل ويمين حلو ووحش، ما انا مش فاهم، يا ترسيني على بر يا مش عارف، يا نتقابل في الممر. بص بقى يا عم اوباما، طبعا انا زي ما اتكلمت الكره اللي هي ساسي ومش عارف ونجم مش واوباما، الثلاثه اللي هم بيناموا طول الماتش هما كانوا السبب في الجول. فانا مش عارف يا جماعه، انا والله العظيم انا ما عنديش مشكله. طب ليه الريتم ما يبقاش كده؟ يعني الثلاث لعيبه في الكوره دي كانوا فايقين جدا، ساسي كان فايق جدا في ان هو يلعب سلو باص جميل وممتع بتاع، ونجم كان حلو قوي ان هو خطف كوره ودفعها على البعيده وبالظبط. بس اوباما اللي هو اصلا ما بيعمل فين وفين لما بيجيب جون بدماغه، فين وفين لما بيجيب جون اصلا، عمل جامب اصلا تحس ان هو عيني فوق العارضه ولعب الكره لتحت عشان خاطر توصل بقى لمستوى الجون تحت. انا لعبت تحت طلعت فوق انت بتحصل. وكان في كره قبلها برده، يعني انت مش عارف بتدوس مرشدين علشان خاطر مش عارف بتدوس في ديس غرزه علشان تعمل جامب وتعلب الكوره وتلعبها في ايد الجون برده. طب ما يرضيش ربنا، ما هو ما يرضيش ربنا تعمل كورتين في نفس الموقف، واحدة حلوة قوي، واحدة وحشة قوي، واحدة خرا قوي، وواحدة ما نموذجية. يا اوباما يا اللي هتجيب لي الشلل. عبد الله جمعة، بصوا يا جماعة احنا كسبنا، الناس اللي متضايقة ان انا بنتقد اللعيبة معلش اقفل الفيديو، ما مش عايز حد يقول لي حاجة، سيبوني انا اتفرجت على ماتش بلحق في الماتش، ما هو شوية ده حلو وشوية ده وحش، وشوية هو نفس اللعيب حلو وشوية هو وحش، بقيت مش عارف اقول ايه والله. انا متاكد 100% ان اللي انا بقوله جوه كل واحد بيتفرج وجوه كل واحد عارف ان هو ايوه ايه ده هو دخل جوايا وعارف الكلام ده منين. ايوه انا عارف والله يا جماعه الكلام ده جوه كل بني ادم فينا دلوقتي حالا في اللحظه دي، انا مش فاهم في ايه. عبد الله جمعه مش عارف، تحس ان هو بياكل رمله فتقل كده، اللي هو ما بقاش قادر يجري مثلا او نزل لعبه بتتلعب ازاي مش عارف، او فتح مشروعه ومركز في المشروع اللي هو فاتح مش عارف بجد والله. فخسوا يا جماعه، فين مدرب الاحمال يا جدعان؟ احنا مش قلنا عايزين انا عايز مدرب احمال علشان خاطر عبد الله جمعه بس. عبد الله بقى اثنين عبد الله جمعه ببعض دلوقتي، بقى اسمه عبد الله جمعه اس 2، مش عارف اللعيبه بقت بجناب ومش مؤاخذه مش مش فاهم في ايه، بطلوا يا جماعه. ومصطفى فتحي كان نازل له صوره كده من فتره، طبعا انا ما بتدخلش في حياه الناس الشخصيه، طبعا دي حياته الشخصيه، ياكل اللي ياكله ويشرب اللي يشربه ويعمل حياته الشخصيه، بس الصوره برده هي ما في حاجات برده بتضايق، يعني حياتك الشخصيه طبعا بس انا ما اتضايقت معلش، جايب لي سنايت مش عارف ايه كده من حضرموت كلها بط وفراخ ومحشي وخرفان، ودابع بقرتين في قلب سنيه قد كده، وانت كلك اصلا انت لو كلت سندوتش جبنه رومي هتشبع. فانا مش فاهم،
عايز تصدر لي ان كنت تاكل اللي تاكله وتشرب اللي تشربه عادي بقى، احمال تضرب وجناب تدلدل وكل حاجه زي ما انا مالي بقى، ما هو شغال مش هكل اللي تاكله. والله انا ما اقدرش اقول لك تاكل ايه وتشرب ايه بس مش تروح فاتح على الرابع وتدوس بنزين. يا والله هجيب لكم صوره صينيه الاكل والله العظيم، لو عريس في الصباحيه ما هيتحط قدامك كل الاكل ده. الكره اللي بتاعت عبد الغني، عبد الغني بتعرف ان انا بحبك بس مش عارف، تحس ان هو من راكنه في كده تهنيجه كده يعني، بس الكره اللي في الاخر التاكلنج اللي انت عملته اللي هي كانت تودينا في 60,000 ده اللي الواد خد الكره وحطها في البعيد الحمد لله ان هي محمود علاء عمل كده كده بس يعني، حتى طرف صباع وش رجله الخارجي الكره طلعت بره في الاخر. و كاسونجو طبعا المحضر مش محتاج ان هو يقيم، بس ممكن شويه زيت باكل يا جماعه، عارفين انتوا بتاع اللي هو اللي بيطلع زيت ده اللي هو شويه يعني زيت هنا كده في المفاصل عند كاسونجو، لان انا حاسه مخشب قوي يعني من زمان وانا برضه شايف الكلام ده. في مين تاني يا جماعه جاب لي شغل الماتش ده؟ لا مفيش حد تاني انا، بس بصراحه الحكم يا جماعه ضايقني، والمعلق بيقول لك الكره بتتشابه في موقف والموقف بتاع النادي الاهلي، لا الموقف ما بيتشابهش يا اخويا، الموقف ما بيتشابهش بتاع النادي الاهلي هو حسب ضربه مرمى واللعيبه راحت لعبتها ركنيه قال لهم العبوا ركنيه، انما احنا بقى الحكم الكره قال مصطفى فتحي يروح يلعب ركنيه وهو فيها يلعب ضربه مرمى. يا جدعان انتوا بتحكموا في مين انتوا يعني؟ انتوا دارسين تحكيم فين ولا انتوا خريجين ايه اصلا؟ ايه مؤهلاتكم التحكيم؟ انتوا بتحكموا يا جدعان في ابو زارع ولا في القناطر؟ انا بقى حاجه ما ترضيش ربنا يا جدعان، لازم التحكيم يكون بروفيشنال شويه كده. الحاجات دي لما بنشوفها بره ما بنشوفش الحاجات دي بره اصلا يعني، عشان خاطر نقول ندي امثله الحاجات دي ما بنشوفهاش. فاتقوا اللف لكوا، اتقوا اللف هنا شويه، ابص ايديكوا ورجليكوا، انا مش عارف انتوا عايزين توصلونا لايه. يعني انت بس انا برضو الكره بتاعت الجون الاول بتاع الاسماعيلي انا قلت ايه اول ما لقيت الكره بتتحس بضربه جزاء برضو عبيطه كده برضو لصالح الزمالك، قلت الحكم اكيد وصل له كلام ان الكره بتاعت الاسماعيلي مش ضربه جزاء او ما فيهاش حاجه او ممكن يكون شافها على النت او قاعد وانا بقى انزل ايه اظهر في اي حاجه للزمالك يمكن ايه اجيب دي في دي. فبقى اخواتنا الاهلاويه ماسكين الصوره او جايبين الصوره ان مصطفى فتحي مصطفى محمد مفيش تداخل من الحارس عليه وهو بيكسبوا بالتعجب. يا ابني يا حبيبي يا جدعان والله يعني ما تخلوناش نكفر ونطلع عن المله. انا نفسي اموت على الاسلام والله زي ما زيك زي اي حد نفسه يموت على ملته يعني. فالزمالك اصلا ليه كوره فيلن في الاول، فدي ملعبك حسابك حسبتش اهي يعني اهي واحده طايره يعني، لما تيجي تتحسب له واحده هتبقى ديف دي. ده بقى مش كده بقى، لا ده هو الاسماعيلي بيتحسب له ضربه جزاء، الاسماعيلاويه انا شايفهم في الكومنتات عندي بيقولوا ان هي برده مش ضربه جزاء، وانا شايفها بعينيا ما هي مش ضربه جزاء برده. فيعني انت سبت كل ده وجاي تمسك اهو هي بتكسب التحكيم. طب يا ابني في بيلين ما اتحسبليش، والبيلين بتاع الاسماعيلي اصلا بيلين بريانه، انا مسميه بيلين ابو ريانه بس، وتيجي تمسكي في الحاجات دي. فيا جماعه انطقوا بعقولكم شويه، انا نفسي اخاطب عقول منيره ناضجه سويه كده علشان خاطر اعرف اخد ود معاك، انما طول ما انت هتبقى كده انا مستحيل هاخد ود معاك واتكلم، علشان خاطر انا لو اتكلمت معاك كده الناس مش هتعرف تفرق ما بيني وما بينك. اعزائي الساده المشاهدين، الزمالك هيسافر لقطر ان شاء الله يوم 11 وهنلاعب الترجي في السوبر الافريقي، هيخلصوا ويروحوا الامارات يلعبوا الاهلي هناك ويخلصوا ويجوا يلعبوا الاهلي هنا وهوب يخلصوا مش عارف تقريبا هيلعبوا بيراميدز، وبعد كده الترجي والمصري والعرب بقى معمعه وحاجه ما يعلم بقى الا ربنا. اعزائي الساده المشاهدين اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه وفعل زر الجرس، ولو انت على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاع قناتي على اليوتيوب فوق تحت عنوان الفيديو، ولو انت على اليوتيوب هتلاقي اللينك بتاع البيج بتاعتي على الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. اعزائي الساده المشاهدين، سلام عليكم.